بعدين طبعا انا عايزاك. يا ماما قلت لك بعدين. ارجوك اسمعني، انا عايزه مصلحتك. يا ماما ارحمني. لا بس بقى يا ابني ارحمني ارحمني، انت ممكن يجرالك حاجه في اي لحظه. يعني ما نقتش عليا انا، ما كل الناس يجرالها حاجات. الله تعالى هنا. يا الله اهديني واهدي يا اخويا، انا عارفه ان هو ما كانش كده، اصحابه هم اللي خلوه كده. يا رب. امين امين. يا ماما اخوكي اخوكي اسمع، اخوكي هيطير، اخوكي هيطير. اخويا مش عايز يتغير ولا ايه؟ مين اللي هيغيره؟ ربك. طب ربنا مغيروش ليه؟ لازم هو يختار انه يتغير وساعتها هو هيتغير. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ ايه ده؟ لا استنى، انت بتعمل ايه؟ لا هسقطني، هبقى كويس، هساعد الناس، هبطل اشرب. ارجوك ما تعمليش كده. لا انت ممكن يجيلك حاجه في اي لحظه. مش مبسوط ان انت غيرت الاختيار؟